هنروح للكاراتيه. زي ما حضراتكم عارفين الحلقه اللي فاتت كان معانا الكاراتيه، كان معانا محمد رمضان وحبيبه ماجد، سافر معاهم اتنين كمان، كريم ابو عيطه وياسمين الهواري. الاربعه ده طبعا محمد رمضان ضيفنا اللي كان معانا الحلقه اللي فاتت، الاربعه سافروا يمثلوا منتخب مصر في بطوله البريمير ليج اللي هي الدوري العالمي بس في جوله روسيا، في روسيا. والمنتخب بيقوده مديره الفني محمد عبد الرحمن وكابتن هاني قشطه على مستوى السيدات. مصر حققت 15 ميداليه في البريمير ليج اللي فات، واستطاعت مصر في الفتره من 3 لحد 5 سبتمبر اللي احنا فيه ان هي تحصد ال 15 ميداليه. الكاراتيه الاهلاوي بصراحه برئاسه الدكتور مراد عاصم جوه النادي الاهلي، كابتن مراد عاصم هو الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي. يعني مش هنتكلم في اخر 20 30 سنه ما حدش خرج من الكاراتيه الا ما عدى طبعا او صناعه او ساهم في صناعته كابتن مراد عاصم. وعلى فكره كابتن مراد عاصم تولى مدير النشاط الرياضي فتره من الفترات، لانه كان طبعا حابين انه يعمم فكره الكاراتيه على كل الالعاب، وليه اضافه مش بس للكاراتيه، على كل الالعاب في النادي الاهلي.